أهلا بيكم في قنوات هيبوسكا، يوميات هيبوسكا أو هيبوسكا دي. النهاردة هعملكوا سميت بتبقى 10 جرام خميرة فورية أو معلقة كبيرة، معلقة أكل وكوباية مية دافية. هي دايما أحلى حاجة تكون حاجة دافية، ومعلقتين كبار سكر. اللي عاوز يزود 3 مش مشكلة برضو. وزي ما انا بعمل فيديوهات، انا بس على خبرتي او ساعات بقلد حاجة شفتها في الفيديو على اليوتيوب. بس عموما يعني انا ست بيت عادية ومش بروفيشنال قوي، عشان كده يعني ساعات ببقى ما بعرفش اعمل تشكيلات او حاجات كتير. المهم انا حطيت كوباية زيت وكوباية حليب، وحطيت 2 كوباية دقيق، هي هتوصل 6 كوبايات دقيق، وبيضة درجة الأوضة وشوية ملح. وبحط الدقيق شوية شوية لغاية ما أعرف ايه أخبار العجينة ازاي، لغاية ما وصلت معايا 6 كوبايات. بس في طبعا زي ما بيقولوا كل دقيق وليها نوعها وكده. بس وغطيتها وخليتها تخمر لمدة ساعة على الجنب. طبعا غطيتها ببلاستيك وخليتها تخمر ساعة لغاية ما كبرت ونفخت. وبعد كده حطيت شوية زيت زيتون فوقيها عشان ما تقعدش تلزق في ايديا وانا بشكلها. رحت اخدتها وعملت كور كور بس. وبعد كده هو بقى هحشيها الجبنة او انتوا تحبوها ايه. وفي بقى كذا شكل زي ما انا عملت. هي المشهورة السميت ان هي بتبقى مدورة وعليها شوية سمسم، وفي بقى اللي بتبقى زي بقى دورية او شكلات مربعة زي ما انتوا بتحبوا. السمسم كان لونه ابيض لما اشتريتها من باكت من سوبر ماركت. شوحتها من غير زيت ولا اي حاجة، شوحتها كده في الطاسة لغاية ما تاخد لون الذهبي. وشوية طبعا اتحرق مني وحطيت تاني، ويعني طنشوا في الحاجات دي. زي ما انا قلت لكم انا مش يعني مش شيف قوي، انا بس ايه بشارككم ايامي بتبقى ازاي او عملت ايه للولاد. وده حوالي 1/2 كوباية عسل اسود وكوباية مية. وبعد كده اسمه ايه ده بقلبها كتير لغاية ما تبقى نفس القوام يبقى كويس. هو زي ما انا شفت يعني من الفيديوهات اللي انا اتعلمت منه، كانوا بياخدوا العجينة بعد ما يشكلوها في الطبق يغوصوها في العسل الاسود، وبعد كده يحطوها في السمسم. بس جه في بالي بعد كده اللي يستحسن طبعا بالفرشة زي بتاعت الفرشة البيت دي، معرفش يعني انا حسيت ان هي بتقع وبتطرق قوي. بس المهم وبعد كده تحطوها في يعني بالفرشة بالعسل الاسود المية دي بتخففوها، وبعد كده بالسمسم. وبعد كده بقى بنحطها على درجة 180 فرن فاو تحت وفي النص الفرن الصينية، وان شاء الله يعجبكم. ولو عايزين بس تحطوا السمسم من غير العسل الاسود ممكن برضو، هو عشان بيدي لون الذهبي. بس انا هتشوفوها في الاخر الفيلم او على اخر الفيديو حرقتها سنة كمان، او يعني يا ريتني فتحت الفرن بدري شوية. انا قلت اشارك لكم، واللي يحب قنواتي انا بشارك عملت النهاردة او قضيتها ازاي مع ولادي. وان شاء الله يعجبكم فيديوهاتي، وان شاء الله تعملوني وتعملوا له سبسكرايب وكده يعني. ميرسي كتير، مع السلامة.